ستكون مهمة بحول الله وقوته، وسيهم الأمر منطقة الناظور وكذلك الحسيمة. الدريوش ساكن وكذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله وقتكم متابعينا الكرام بكل خير. مرحبا بكم في هذه النشرة الجوية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب. نستهل نشرتنا بحول الله بتوقعات أحوال الطقس ليوم الخميس 11 ماي، حيث من المتوقع أن تكون وأن تعرف المملكة أجواء صافية على مستوى معظم المناطق المغربية. هذا فيما يخص يوم الخميس القادم بحول الله. بالنسبة كذلك لتوقعات أحوال الطقس ليوم الجمعة بإذن الله، فمن المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة على مستوى معظم المناطق المغربية، مع احتمال هبوب رياح شمالية على مستوى السواحل الأطلسية الشمالية وكذلك الوسطى وكذلك الجنوبية للمملكة. بالنسبة لنهاية الأسبوع القادم بحول الله 13 ماي، فمن المتوقع إن شاء الله خلال فترة بعد الزوال أن تعرف الواجهة المتوسطية للمغرب تشكل غيوم قد تكون مصحوبة بنزول زخات مطرية، ستكون مهمة بحول الله وقوته، وسيهم الأمر منطقة الناظور وكذلك الحسيمة. الدريوش ساكن وكذلك شفشاون وتطوان وكذلك منطقة بركان. إذن هذه المدن متوقع إن شاء الله أن تعرف نزول زخات مطرية رعدية، وذلك خلال فترة الصباحية من يومه السبت. خلال فترة بعد الزوال إن شاء الله فمن المتوقع دائما أن تستمر هذه التساقطات على مستوى الواجهة المتوسطية للمغرب، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجة الحرارة على مستوى وجدة وريد الناظور الحسيمة ببرد وكذلك تطوان. بالنسبة كذلك للساعات الأولى من مساء يوم الثلاثاء يوم السبت، فمن المتوقع تعود الأجواء إلى الاستقرار على مستوى معظم هذه المناطق. بالنسبة كذلك اليوم الأحد القادم بحول الله، فمن المتوقع تسجيل زخات مطرية على مستوى منطقة ميدلت وكذلك معتركة وتندر وميسورة، وكذلك من المتوقع أن تستمر هذه الأجواء المستقرة على مستوى معظم المناطق الشرقية للمغرب. ومن المحتمل كذلك إن شاء الله خلال نفس الفترة من اليوم الأحد 14 ماي بحول الله أن تستمر هذه الأجواء المستقرة مع تشكل غيوم على مستوى مرتفعات الأطلس الكبير. هذا فيما يخص متابعينا الكرام يوم الأحد. بالنسبة كذلك لمساء نفس اليوم، فمن المتوقع تسجيل أو تشكل غيوم على مستوى منطقة سبانت وبولمندات وتنغير وتسول وكذلك الرشيدية والريشة وكذلك ميدلت وخنفرة، وبالتالي يمكن أن تكون هذه الغيوم مصحوبة بنزول زخات مطرية على مستوى هذه المناطق. هذا فيما يخص متابعينا الكرام حالة الطقس الخاصة بهذه الأيام. لا تنسوا متابعتنا للتوصل بجديد الحالة الجوية بالمغرب. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.